قاضي من القضاة الدمرداش القاضي المصري معروف، قصته معروفة وهو حدث بها حتى في لقاءات تلفزيونية. هذا من النخب، كان مستشارا، يقول: لقد وجدت قضايا عويصة في الطلاق كلها تؤدي إلى سلبيات اجتماعية لا مخلص منها، لم أجد لها حلا صحيحا في فقه المسلم. إلى أن سألت أستاذي الشيخ محمد أبو زقرة فقال: لو كان الأمر بيدي لأرجعت المسلمين في فقه الطلاق في الفتوى في الأحوال الشخصية لأرجعتهم إلى فقه جعفر الصادق عليه السلام، لأن في فقه جعفر الصادق خصوصا في مسائل الزواج في مسائل الطلاق شروط وقيود للطلاق إذا روعيت تقل حالات الطلاق. هذا المستشار يقول: فقرأت كتاب أبو زقرة في الإمام الصادق، يقول: فوجدت أنني أحتاج إلى مسيرة جديدة، إلى حياة جديدة، إلى فهم جديد. ولذلك لما أخذت بفقه الإمام الصادق صرت أقرأ القرآن قراءة متميزة، قراءة جديدة. إذا أردنا سلوك معتدل، إذا أردنا فقها يحكم الحياة من غير أن يعود بالمضر على المجتمع، على الأفراد، على التجمعات البشرية، علينا أن نرجع إلى فقه الولاية، فهي باب التكاليف وهي التي تعطي المعنى الصحيح لتكاليف الدين.